والرواد يروي هذه القصص على لسان أبطالها. قصتنا بدأت في العام 87 لتحاكي الفورة الإنشائية والعمرانية في المنطقة، وتكون من أوائل الشركات التي تقطف ثمارها في عصر الأبراج الشاهقة التي حاكت سماء المنطقة الخليجية. نبيل الزحلاوي مؤسس شركة NFT بدأ رحلة نجاحه في عمر مبكرة جدا، أما قصته في الإمارات فبدأت في العام 94، ومعه نتحدث عن شركة تحولت إلى عملاقة وامتدت رقعتها الجغرافية إلى مختلف أسواق العالم. إذا مشاهدينا، أرحب في هذه الحلقة بالسيد نبيل زحلاوي مؤسس شركة NFT، أكبر شركة رافعات برجية في العالم. سيد نبيل، أهلا وسهلا بك، أنت ضيف الرواد لهذه الحلقة. ولكن حتى نعطي صورة أوضح حول شركة NFT، نتوقف معك لو سمحت مع التقرير التالي حول الشركة، ومن ثم نتابع الحديث. بانطلاقة متواضعة في منتصف الثمانينات، بدأت قصة نجاح شركة NFT المتخصصة في مجال الروافع البرجية والمصاعد. حينها لم تملك الشركة سوى 3 روافع، وفي ظل النمو العمراني الذي شهدته دول منطقة الشرق الأوسط، شهدت الشركة تحولاً جذرياً في أعمالها تحت قيادة نبيل الزحلاوي رئيس مجلس الإدارة والملقب بملك الروافع البرجية، لتصبح اليوم الشركة الأولى في العالم في مجال الروافع البرجية والمصاعد. أما رصيدها الحالي من الروافع فيتجاوز 1500 رافعة. السيد نبيل الزحلاوي بداياته كانت بدايات متواضعة كمندوب مبيعات في دمشق، ومنها انطلق إلى السعودية بمهنة مندوب مبيعات للمعدات الإنشائية. وبعد فترة من الزمن اللي هي ما تقارب 3 سنوات، افتتح مؤسسة صغيرة كانت لا تقل تملك على أكثر 3 أو 4 روافع برجية، ومنها انطلق إلى الإمارات العربية مع معداته التي يملكها، وافتتح فرعا في أبوظبي الـ NFT، ولديه حاليا ما يقارب 1500 رافعة برجية، ويعتبر هو ملك الروافع في العالم. مستر نبيل الزحلاوي ما بنعتبره أنه مدير عام بالشركة، بنعتبره أب، وبنعتبره مثال أعلى، وبنعتبره معلم. فنحن بنحس الشركة هون هي شركتنا، منا مجرد عالم عم نشتغل بشركة تنقبض معاشاتنا بالآخر. بالإضافة أنه مستر نبيل هو مدرسة، كل يوم نتعلم منه، كل يوم نطور حالنا. وأنا بحكم مسيرتي معه كمدير مبيعات قدرنا نطور المبيعات من سنة 2007 لليوم ب10 أضعاف من وقتها لليوم. وفي ظل الطلب المتزايد على الروافع البرجية نتيجة للمشاريع العمرانية التي يجري تنفيذها في المنطقة، استطاعت شركة NFT اليوم أن تثبت حضورها في أكثر من 32 دولة، كما تقدر قيمتها السوقية بنحو 600 مليون دولار. أما حجم أعمالها فقد بلغ في 2015 نحو 270 مليون دولار، وبنمو سنوي يقدر بأكثر من 10%. بدأنا مع السيد نبيل الزحلاوي بداية متواضعة، كان مكتبنا صغير، غرفة وصالة مدينة زايد. وطبعا كان مخصصين لنا ارض بالميناء مشان البضاعه اللي بنستوردها تنزل بارض الميناء، لانه ما كان عندنا ستور، ما كان عندنا ورشه، ما كان عندنا شيء. وكان عدد الفنيين الموجود 5 أو 6 فنيين، الحين تجاوز عددنا 1500 موظف. وتشهد الامارات، والتي تعد المقر الرئيس للشركه، نموا في مجال الاعمال والمقاولات والانشاءات، الامر الذي دفع الطلب على الروافع البرجيه والمصاعد الى النمو بوتيره سريعه. وتتوقع NFT إطلاق وترسية مشاريع إنشائية وسياحية وعمرانية ضخمة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع قرب انطلاق فعاليات إكسبو دبي 2020. سيد نبيل، يعني نبدأ الحديث عن الشركة، ربما أبدأ معك من المراحل الأخيرة قبل تأسيس شركة NFT في العام 87. حضرتك كنت موظف، يعني كنت مدير مبيعات في شركة AAA التي توزع ماركة الرافعات التي أنتم وكلاءها اليوم. يعني حدثنا قليلا عن نشأة الشركة، عن ولادة هذه الشركة، وظروف انتقالك من موظف إلى شريك مؤسس. صحيح، بالبداية ابتديت قبل بداية التاريخ، ابتديت من دمشق يلي هي تربيت فيها وعشت فيها،
كنا وكلاء لهالشركة اللي هي متخصصة بالروافع البرجية بدمشق، وكنت موظف صغير. ابتديت كان عمري 11 سنة، انتقلت بعد وقت صار عمري 18 سنة، انتقلت على السعودية بسبب الظروف، وجيت توظفت بهالشركة كصاحب اختصاص ومهندس لمبيعات للشركة. قدرت احقق خلال اقل من سنتين نجاح كبير، لانه السعوديه بهذيك الايام كانت في طفره عمرانيه اللي هي بدايه الثمانينات، وقدرت استفدت من هالظرف وعشت بنجاح كبير. استمرينا 4-5 سنوات بهالبرنامج، وقت شفت النجاح نقلت فكرتي للاداره انه فينا نطور ونوسع حتى بمجال الايجار والمستعمل. كان راي الاداره انه ما فينا نشتغل، وكنت حاسس انه في ظروف فيني انا انجح فيها. مهيئة. قدمت استقالتي وتركت الشركه ورحت اسست مجموعه صغيره بفنيين عاديين، وقدرنا ننجح بدايتها. كانت هذا من بدايتها من 1987. والحمد لله توفقنا، لانه اجتنا ظروف واستفدنا من الظرف اللي كان قدامنا، وحققنا نجاح بفتره بسيطه. قدرت خلال اول سنه صدر اعاده تصدير الكرينات اللي كانت تباع للسعوديه الى اوروبا. يعني اول سنه كان في تصدير اعاده تصدير 100 رافعه، اشتريتها من الاسواق المحليه بالمملكه العربيه السعوديه، وقدرت بيعها بأسواق أوروبا. هذا أعطانا درس أنه هالنوع من المعدات اللي فينا نشتغل فيه أنه قابل لأنه يتحول لأي سلعة نقدية أو نجاح وإعادة تصدير. ابتدينا من هالنقطة هي. بعد فترة وقت شعرنا أنه كمان الأسواق الأوروبية صارت فيها ريسيشن وفيها هالأزمة إجت، اضطرينا انه هالمعدات اللي بقيت شو بدنا نسوي فيها. طلعنا بفكره ايجار المعدات، صرنا ناجرها بالاسواق. هذا كان بالعام 2000، هذا بدايتها، بعدنا بال 1988 89. لحد ال 2000 كمان اجت ازمه اقتصاديه على كل المنطقه، اضطريت انا سافر على كندا كان فتره بسيطه، ورجعت اسست NFT بشكل صحيح، وانتقلنا من الإدارة الرئيسية من المملكة العربية السعودية إلى دولة الإمارات العربية. الإمارات كانت في العام 94، يعني تنبهت وقتها أن هنالك فورة إنشائية في المنطقة. صحيح. وقدمت إلى الإمارات. لماذا اخترت العاصمة علما يعني إذا تحدثنا عن الفورة العمرانية؟ هي بدأت من دبي صحيح، أبو ظبي وصلت إلى ما وصلت إليه اليوم، لكن الفورة كانت ابتدأت من دبي. الحقيقة ما اخترت من العاصمة، اخترت من دبي. انطلاقتي كانت من دبي، وجيت أسست الشركة بدبي. بس بهذيك الفترة كانت كل البزنس والأكتيفيتي موجودة والنشاط العمراني موجود بأبو ظبي. كنا بنتذكر أيام لجنة خليفة والمشاريع المرتفعة. لهالسبب اضطريت أكثر الأصحاب والشركات كانت بتصر أنه لازم أجي واستقر بأبو ظبي، وفعلا انتقلت من سوق دبي وجيت على سوق أبو ظبي وأسست الشركة، وعملت أبو ظبي هي المركز الرئيسي للشركة. يعني إذا تحدثنا عن حجم السوق، سوق الرافعات بين تأجير وبيع حاليا على صعيد الدولة، لا أتحدث فقط عن شركتكم، كم يقدر تقريبا؟ هل من بعض الأرقام؟ يعني بال 2008 كان يقدر بحدود 2000 رافعة برجية. طبعا نزل العدد لحوالي 500 بال 2013 إذا، واليوم نحن بهالارقام هي اللي ضمن 500 او 600 رافعه برجيه بالسنه. طيب اذا تحدثنا عن الشركه، يعني تتوقع نمو جيد للشركه خلال العام الحالي بحدود ال 15%، وهي يعني في ظل الاوضاع الاقتصاديه التي نعلمها جميعا نسبه جيده. ابرز دوافع هذا النمو سيد نبيل؟ احنا اليوم متواجدين ب 32 دوله بالعالم، بالاربع القارات، لانه القاره الخامسه قيد الدراسه لسه ما قررنا عليها، بس اللي هي استراليا. لا، استراليا ابتدينا فيها بس هي امريكا. امريكا أوكي. يعني في مبيعات بس ما في تواجد لنا كاسم NFT، بس باستراليا في موجودين، باستراليا موجودين، بالهند موجودين، بكل دول الخليج عندنا لبنان سوريا الاردن موجودين فيها، تركيا موجودين. بس موجودين ب 32 دولة، والحقيقة النمو عم يكون ما بين 10 إلى 15% سنويا. أي
يسهم أكثر بعائدات الشركة؟ هل قطاع التأجير أم قطاع البيع؟ وإذا لك أن تعطينا بعض الأرقام حول الاثنين. يعني السنين الماضية لحد 2008 كان نسبة المبيعات هي بتشكل 80% من أعمالنا، من حجم الأعمال اللي بدت تتداولها. للأسف اليوم، بقول للأسف لأنه نسبة المبيعات دائما بتربح الشركة وبتكبر أرقامها أكثر من الأجار. اليوم عم نعمل العكس تماما، اللي هي 80% نسبة إيجار و 20% نسبة مبيعات. طيب بشكل إجمالي، يعني كم هو عدد المشاريع في حقيبة المجموعة اليوم؟ وإذا سألتك أي مشروع هو الأكبر من بينها من حيث تزويدكم بعدد الرافعات لهذا المشروع؟ في مشاريع قائمة وفي مشاريع تم تنفيذها وخلصت. بدي أذكر مشروع الجامعة الأميرة نورة بالمملكة العربية السعودية بالرياض، يلي حطينا فيه حوالي 250 رافعة، وهذا مميز بالعالم، مو بس ضمن منطقة الخليج، مميز بالعالم. ما في مشروع بالعالم استوعب 250 كرين، لأنه فترة الزمنية كانت قصيرة جدا. خلال 14 شهر أو 20 شهر كان لازم ينبنى جامعة من لا شيء. وتوفق، والمقاولين توفقوا وقدروا يبنوا الجامعة، وصرح عمراني كبير. ويمكن يلي بيروح بيشوف الرياض، من أهم العلائم اليوم موجودة بالرياض إنها الجامعة الكبيرة يلي موجودة. هذا واحد من المشاريع المميزة اللي قدرنا نساهم فيها. إضافة لو بدنا نحكي على مشاريع بالمنطقة، بدبي مشاريع بالداون تاون وبالبان، كل المشاريع كانت موجودة. وحاليا عم نشتغل على عدة مشاريع بالبالم. طيب سيد نبيل، سأتوقف معك مع محطة مهمة يعني بتاريخ الشركة لديكم، ليست من فترة بعيدة، العام الماضي عندما استحوذتم على ربما أكبر منافس لكم في أوروبا، شركة NIBM. ما أهمية هذه الصفقة بالنسبة لكم؟ ماذا أضافت لعمل المجموعة؟ سوق أوروبا صعب جدا لأنه المنافسة فيه شديدة، وبعدين الشروط شروط العمل والظروف وموضوع الضرائب والتاكس كمان بيأثر على العمل. وإضافة أنه الأمور الاقتصادية أو البلدان الأوروبية اليوم بتعيش بأزمة اقتصادية، اضطرينا نفوت على هذا السوق، وإجت فرصة أنه نشتري شركة قائمة بحد ذاتها، وتوفقنا أخذناها بسعر معقول جدا. كان منافسنا دائما واقف اليوم، نتحدث عن 50 مليون يورو، هل الرقم صحيح؟ صحيح. وهذا الشاب اللي صاحب الشركة اليوم هو موظف بالشركة عندنا. وأول تقرير باجتماع قلت له اليوم، من اليوم ما عاد في لك أنت تعتبر نفسك مدير، أنت صرت موظف، أهلا وسهلا فيك إذا بتحب تشتغل. واضطر أنه يبقى معنا بالشركة ومستمر بالعمل كوظيفة. هل أنتم بصدد استحواذات جديدة على هذا المستوى، أو ربما في أعمال أو نشاطات موازية لنشاطكم؟ في شركة بأوروبا كمان هي من أكبر الشركات موجودة بفرنسا، ونحن بيطور أنه المناقشة أنه بشراء، قدمنا عرض، وطبعا لسه ما مبين نتيجتها لأنه هي بمرحلة التصفية كمان. للأسف كل أوروبا اليوم الناس ما عم تستثمر، عم تسحب فلوسها وعم تشتغل بفلوس البنوك. ونحن لا، فكرتنا أنه دائما الشركة لازم نجاح ومنضخ أموال فيها وحتى نطورها إلى نجاح أكبر. المنافسة اليوم في أي أسواق تقلقكم أكثر؟ المنافسة موجودة بكل الأسواق، من سوق الإمارات إلى سوق الخليج إلى سوق الهند ولا سنغافورة ولا تايوان، موجودة. بس الأسواق الإنسان الناجح واللي عنده خطة عمل ناجحة ممكن ينجح وين ما كان، ونحن هذه خطتنا أنه نستمر بعملنا مسامر، والتوفيق من عند رب العالمين. على كل إن سنتابع نحن معك في هذا الحديث، سندخل أكثر في الأسواق، في توسعكم الجغرافي وفي انكشاف قطاع الإنشاءات على رياح التغيير. ولكن لو سمحت بعد أن نتوقف مع هذا الفصل. مشاهدينا ابقوا معنا، نعود بعد قليل. قطع الغيار بتشكل حوالي 10% من مبيعات الشركة. إذن نحن مضطرين باعتبارنا الوكلاء لشركة مانيتوك فوتان بالمنطقة العربية، مضطرين يكون عندنا ستوك كبير، وبالتالي هالمخزون لازم يكون جاهز لأي طلبات، لأنه الروافع اللي أو صنف المعدات اللي بنشتغل فيها ما بتتحمل أي عطلة، وبالتالي في كم هائل من القطع الغيار الكهربائية والميكانيكية اللي بتلبي حاجات الزبائن.
يتزايد الطلب على الروافع البرجية في الأسواق الخليجية والعالمية مع نمو عدد المشاريع العمرانية والإنشائية خاصة في القطاعات العقارية والنفط والغاز والبنية التحتية. ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على الرافعات والمصاعد البرجية بنسبة تصل إلى 20% خلال العام الجاري، وذلك وفقاً للمشاريع المعلن عنها والمتوقع طرحها بالسوق قريباً. وبلغ حجم المشاريع العقارية قيد التنفيذ في منطقة الخليج نحو 1.53 تريليون دولار حتى عام 2025، فيما بلغ حجم الاستثمارات في صناعة مواد البناء بحسب آخر إحصائيات في 2014 إلى 37 مليار دولار. وتستأثر رافعات البناء نحو 30% من حجم سوق الإنشاءات في المنطقة وفقاً لشركة NFT للروافع البرجية. ونظراً إلى أن القطاع الإنشائي في دول منطقة الخليج يسجل نمواً متزايداً، فقد ارتفعت وتيرة الطلب على الرافعات البرجية، حيث يتجه عدد كبير من المقاولين حالياً نحو الشراء بدلاً من الإيجار، وذلك في ظل المؤشرات الإيجابية والتفاؤل الكبير باستمرار النمو العمراني. سيد نبيل، يعني نحن اليوم في عصر ما بات يسمى الثورة الصناعية الرابعة، يعني نتوقع كل شيء أن يكون ذكي حولنا ولا يستثني أي قطاع. هذه الثورة ماذا تفرض على قطاع الإنشاءات وماذا تتطلب منكم كشركات عاملة في القطاع؟ بالتأكيد الثورة الحديثة ثورة تكنولوجيا وثورة معلوماتية، يعني كل شيء لازم يكون بالكمبيوتر. لسبب تصنيع المعدات اليوم بيتم بمراحل الكمبيوتر اللي بينظمها، وبنفس الوقت دراسة التصميم والتقنية كلها والصناعة الحديثة كلها بتتطلب انه هذا الشيء يكون موجود. الكرينات نحن بالنسبة لنا الروافع البرجية دخلت بهالعالم، صار في كيفية انه تكون منخفضة الصوت، يعني ممكن نركب رافعة قريبة من المستشفى. هذا بيتطلب انه تكون منخفضة الصوت ما تزعج الاخرين ولا المرضى، وبالتالي في انواع جديدة حديثة عم نطبقها، والابلكيشن يكون انه ما تكون متأثرة بهالاصوات. هذا شيء اضافي لموضوع العامل السرعة والانتاجية، وبنفس الوقت الامان، يلي هي انه السائق اللي قاعد بالكرين لازم يكون محطوط بكل وسائل الامان والسلامه حتى يمنع اي حادث ولا اي. ربما يعني اقرب مشروع كان دخلت فيه التكنولوجيا بقوه لديكم توريدكم الرافعات البرجيه لمشروع في تركيا على مضيق البوسفور الذي يربط بين تركيا الجزء الاسيوي منها والجزء الاوروبي. ما هي الصعوبات عاده التي تواجهكم في هذا النوع من المشاريع؟ المشروع هذا مميز جدا عالميا، وبعتقد نحن الشركة الوحيدة بالعالم اللي قدرت تتجاوز وتتخطى وتقدم لها المشروع، بدليل ما كان في منافسة مطلقا بهذا. والمشروع وقعته بكوريا، يعني تصوري انه شخص جاي من دولة الامارات العربية لكوريا ومشروع بتركيا تيقدر يعمل هيك مشروع. هذا لو ما في شيء مميز عند شركتنا. كم بلغت التكلفة أو قيمة المشروع؟ قيمة المشروع 18 مليون دولار. العائد تبعه الاستثماري جيد جدا، لأنه اضطرينا نوزع كل التكاليف المشروع على مراحل المشروع اللي هي تتعدى حوالي 32 شهر. بيميز هذا المشروع الإنتاجية والأوزان الحمولات، إضافة لأنه الارتفاع. اليوم هذا المشروع أكبر جسر معلق بالعالم، طوله 1643 متر على منطقة الميناء البوسفور، بيوصل ما بين قارتين آسيا وأوروبا. ما في أي عمود بيتوسط بالداخل. لو نظرنا للجسرين المتواجدين بالقبل تلاقي في عدة عواميد، يعني مطلوب تقنية عالية، تقنية عالية من المقاول ومن المصمم. إضافة نحن علينا التنفيذ يلي قدرنا نقوم فيه الحمد لله، واليوم المشروع بمراحله الأخيرة وحيكون الافتتاح العام القادم، والروافع قدرنا نفك جزء منها، ومتبقي أربع كرينات، أربع روافع على ارتفاع 320 متر كل رافع، اثنين بآسيا واثنين بأوروبا. طيب بما أنك ذكرت أوروبا وتحدثنا عن السوق الأوروبي، كيف لمستم تأثر قطاع الإنشاءات بالنمو الضعيف؟
كلنا بنعرف انه المراحل الاوضاع الاقتصاديه غير مريحه بالنسبه لكل الاسواق غير مريحه، بس نحن اتجهنا بعد هالازمات اللي مرينا فيها اتجهنا لسوق اسيا وشفته سوق واعد، بدليل انه النشاط العمراني فيه بيذكرنا بمراحل 2007 و2008 بالمنطقه العربيه ودول الخليج بالذات. سنغافورة محطة مهمة بالنسبة لنا، أعطتنا فرص كبير وأعطتنا كيفية التعامل مع الأسواق الآسيوية. كم تقدر تقريبا حصتكم في الأسواق الآسيوية؟ ويعني أعطينا فكرة عن العائد على الاستثمار في هذه الأسواق. العائد نحن دائما بنقيس القيمة الإيجارية، بنقيسها من قيمة المبيع أو التكلفة للرفع، يعني عادة عم يكون ما بين 2 إلى 3% شهرياً. يعني هذا العائد أي استثمار خلال 3 سنوات أو 4 سنوات إذا كان في استمرارية للعمل منرد رأس المال وما تبقى هو نسبة الربح. الأسواق الإفريقية أي أسواق يعني هي على الخريطة القريبة بالنسبة لكم؟ كل الأسواق متواجدين بجنوب إفريقيا، بكينيا، برواندا، وفي طبعا المغرب من الأسواق الواعدة متواجدين اليوم في عنا عمل. طيب بالنسبة للمنطقة الخليجية، يعني حضرتك متفائل بنمو قوي خلال هذا العام، البعض يتخوف ويتحذر ربما لمنتصف العام 2017 و2018، لأنه في حال استمرت يعني أزمة أسعار النفط على ما هي عليه، الكثير من العقود الحكومية قد تنتهي هذا العام وربما لا تجدد. في حال هذا السيناريو أنتم كيف تتحضرون له؟ إلى أي درجة قد يؤثر بعملكم؟ نعم، أنا ما بظن إنه الأسواق اليوم هي بركود، هي أسواق هادية وبيطور النمو إلى حد ما. تعودت الناس تشوف النشاط بكساد كبير وازدهار عمراني ضخم، اليوم ما عاد في منه، رجعنا لأسواق لطبيعتها. وبنفس الوقت إنه اليوم صار في مناقصات هادئة تتطلب وجود المنافسة، وهذا وضع صحي جدا. على كل، نحن سنتوقف هنا مع فاصل قصير جدا ونتابع معك، والحديث يكون طبعه شخصي أكثر. أستاذ نبيل، نعود معك بعض الشيء إلى أيام الماضي. يعني حضرتك كنت تقول لي بأنك بدأت العمل في عمر مبكر جدا، كم كان عمرك وقتها؟ الأول عمل استلمته طبعا كان بتلميذ صغير بعمر 9 سنوات، أوكي، واستمرت كل صيفية بعد تجربة العمل. ماذا كنت تعمل في هذا العمر؟ كان عندنا محل مع الأهل مع الأسرة، كنت ساعدهم ببعض الأحمال. عندي خي كان صايد، ساعدته بس ما حبيت بمصلحة الذهب والجواهر. هل كانت مهنة العائلة في تلك المرحلة؟ مهنة العائلة كانت تجارة المواد التموينية والزراعية، لأنه كنا مزارعين بالأساس ونهتم بالبساتين والضمان والفواكه والتموين. وبعدين أخوات، عندي أخ اتجه باتجاه المجوهرات والذهب، صار عنده مشغل كبير من الذهب، بس ما حبيت لا هذا البزنس ولا هذا البزنس. اتجهت عن طريق الخال كان وكيل، هو مع شركة معدات سوريا بكل المجالات، وتطورت العلاقة مع الخال. كان عمري 11 سنة ودخلت عنده على المؤسسة بفترة الصيفية، كنا ندرس أيام الشتاء وبالصيف نقعد هناك. قررت لفجأة لسبب ظروف الحياة الصعبة بهذيك الأيام أنه استمر حتى بالشتاء. نظام سوريا بهذيك الأيام كان بتطلب أنه دوام الصبح 3 أيام ودوام بعد الظهر 3 أيام بالمدارس بسبب الضغط. كنت روح 3 أيام على المدرسة الصبح وثلاث أيام داوم بعد الظهر بالمكتب بالشغل بدمشق،
وثلاث أيام الأخيرة روح الصبح على المكتب وأجي بعد الظهر على المكتب. هل يمكن القول أنك بنيت يعني ما وصلت إليه اليوم بشكل تدريجي؟ لم تكن من بيت مقتدر، كان كل شيء مؤمن أمامك مثل لا يعني. لا بالطبع ما كان مؤتمن ولا أي شيء، بدليل أنا وصلت لمرحلة أنه كان في قدامي خيار، يا أدرس هندسة اللي كنت أنا بطمح لها، يا أما بأخذ اختصاص يناسب طبيعة عملي، لأني ما فيني أترك الشغل، كان لابد أنه أستمر بالعمل. لهالسبب استغنيت عن الهندسة واستغنيت عن كل طموحاتي واتجهت بالعمل واستمرت. اخترت الفرع اللي أنا بيناسبني بطبيعة عملي، كنت بشركة فرنساوية وبترباية مدارس فرنسية، كانت لغتي جيدة بالفرنسية، وبالتالي كنت اتجهت للأدب الفرنسي وحصلت على الجامعة من جامعة دمشق الأدب الفرنسي، اللي هو كلياً بعيد عن اختصاص عملي ونشاطه. يعني إذا هيك نظرنا في هواياتك أو اهتماماتك خارج إطار العمل، بعض الشيء نجدها تأخذك إلى قطاع الفنون. يعني كان لديك فرقة مسرح أيضاً في فترة معينة في سوريا؟ صحيح، بمرحلة الثانوية كان مثل أي شاب بأول عمره بمرحلة النشاط، هذا كان ميولنا دائما انه نروح يا اتجاه الرياضة يا اتجاه الفنون. ابتديت بالرياضة، ما استمرينا فيها كثير لانه بسبب عدم الفرص المتوفرة بهذيك الايام والدعم، ما كان في دعم كافي. اتجهنا باتجاه المسرح الجاد، وكان هدفنا انه نبني مسرح جاد، وبدليل اجتني منح كثير على عدة دول بالفترة الماضية انه اروح ادرس مسرحي، بس كنت حطيت هدف هو انه بناء مستقبل واعد مع اسره ناجحه افضل ما انه نمي هوايتي وطموحي. يعني كنت تعي الفكره بانه المسرح ما بيطعمي خبز كما يقال، يعني الانسان اللي بده دائما يعطي ما بيدور على ياكل الخبز او ياخذ الفرصه، لازم يحقق المطلوب منه وبعدين يدور على النجاح وشو بيقدر يحصل على من النجاح. ودائما لكل مجتهد نصيب، اجتهدنا بعملنا أكثر من الفنون، وبعضنا اليوم مهتمين بالفنون نتابعها من بعيد لبعيد بدون ما نشترك فيها. وأغلب الفنانين اليوم اللي بنشوفهم على التلفزيون كانوا أصدقائنا وأصحابنا، نجحوا بالفن، نحن نجحنا بالحياة العملية أفضل، وكل واحد له مستقبل وقدر ينجح حاله بطريقته. طيب ماذا تذكر يعني من تلك المرحلة إذا عدت فيها بالذاكرة، تحديداً في تلك المرحلة التي أسست فيها الفرقة؟ ما كان اسم الفرقة؟ ما هي أبرز الأعمال التي نفذتموها في ذلك الوقت؟ كنا مسمينا مسرح الضوء، وكان شعارنا لطالما هناك ضوء فهناك مسرح جاد. يعني كانت مسرح بميل، ما أنه مسرح سياسي، بس مسرح بيحكي ملتزم. عن ملتزم، ما في ضحك ولا بكي، كان مسرح بيعطي انطباع، بيثقف الناس، بيوعيهم على هذا. نجحنا ببعض المسرحيات قدرنا، واجى الغضب علينا وتركنا بعد فترة، التجأنا على الشغل وفرطت المجموعة لأنه ما كان في دعم، ما حدا ساعدنا، كنا كلنا معتمدين على نفسنا. يعني حضرتك سوري الهوية، ولكن كنت تقول لي بأن لديك جوازات سفر، 4 جوازات سفر. أنا ما بعد جواز السفر، بس الانتماء، يعني كل بلد عشت فيها بنتمي لها. طبعا المولد سوري، والبداية كانت من السعودية، والفضل كبير للسعودية، وحاليا بالإمارات لأنه القلب إماراتي، وأخذ باسبور كندي لأنه لسبب الظروف في المنطقة من 30 سنة اتجهنا على كندا وقدرنا نحصل على باسبور كندي، يعني ما وفقتنا الظروف بكل الاتجاهات. وعايش بلبنان اليوم لأنه كمان الفضل أنه نقعد ونستقر بمكان. سيد نبيل الزحلاوي، يعني بهذه الكلمات معك نحن نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج رواد. شكرا جزيلا لك، شكرا على الاستضافة. مشاهدينا الكرام، نحن نلتقي الأسبوع المقبل، إلى اللقاء. قدرت تحقق خلال أقل من سنتين نجاح كبير، لأن السعودية بهذيك الأيام كانت في طفرة عمرانية، يعني هي بداية الثمانينات، وقدرت استفدت من هالظرف وعشت بنجاح كبير. هي أفضل فترة ازدهار عمراني شهدتها المنطقة، مو بس دولة الإمارات العربية، بس كل المنطقة، هي 2007-2008. الإنسان الناجح هو اللي عنده خطة عمل ناجحة
ممكن ينجح وين ما كان. ونحن هذه خطتنا انه نستمر بعملنا ونسامر، والتوفيق من عند رب العالمين. انا ما بظن انه الاسواق اليوم هي بركود، هي اسواق هادئه وبيطور النمو الى حد ما. اليوم كل الناس تحتاج نعمه الاستقرار والامان. نحن بالامارات هون عايشين بألف نعمه يمكن ناس كثير ما بتقدرها، الشيء اللي انحرمنا منه من بلادنا موجود لقيناه هون.